هنرسم العين النهاردة بشكل بسيط جدا، هنعمل 3 دوائر من بداية الدائرة اللي في النص اللي هي أصغر دائرة. هنبقى هنعمل خط مستقيم كده، وهنبدأ بيه خط بشكل بيضاوي للناحية التانية، وبنفس الطريقة من تحت برضو هنعمل شكل بيضاوي كده. طبعا احنا دلوقتي عشان نرسم القرنية اللي في العين، طبعا انت كلنا عارفين انها شكل دائري. القرنية طبعا مش هتبان كلها جوه العين، الجزء اللي احنا بنسيبه بره العين فوق ده هيبقى هو الجفن. يبقى احنا عملنا 3 دوائر. بصوا انا كده برسم الجفن، الجزء الفوقاني ده عبارة عن ايه؟ ده بداية الحاجب. يبقى احنا ظبطنا 3 دوائر، عملنا الجفن وعملنا العين وعملنا الحاجب. طبعا الجزئية اللي تحت دي الجزئية برضو بتبقى المقاس الصح اللي هو تحت العين، ودي الإضاءة. عشان ترسم رمش العين برضو شكل دائري صغير كده، نص دائري، وانت طالع وانت نازل نفس الطريقة. فانت كده تتعلم ترسم شكل ايه الرمش بطريقة صح. تحت الرمش بيبقى كله بنعمل جزئية غامقة. طبعا ان العين من جوه بيبقى غامق جدا. الرموش اللي تحت العين بتبقى رموش صغيره كده بسيطه ومتداخله ومراكبه على بعض. دي بدايه العين من جوه، دي الجزئيه بتاعت نين العين من جوه. هنحدد كده القرنيه بشكل بسيط بالقلم الغامق. بعد كده هنجيب الاستيكه ونمسح ايه كل الدوائر اللي احنا عملناها عشان بان شكل العين قدامنا. كده احنا رسمنا العين بشكل بسيط جدا ومبدئي جدا. طب عشان عايز ترمي ظل ونور جوه العين عشان تظهر شكلها افضل، طبعا في القرنيه بدايه القرنيه تبقى من جوه، تبقى الغامق، ندي شكل خطوط كده بسيطه. تعالوا نغمق الرموش شوية. تحت الرموش بيبقى فيه غامق، هنحدد كده بالغامق شوية. يعني الرموش الداخلية دي بتبقى داخلة من جوه كده. ندي بقى ظل خفيف كده للعين عشان نظهرها بشكل أفضل. نرمي شوية رموش. ادي غامق في القرنية من على الجنبين. القرنية من على الجنبين بتبقى غامقة، هندخل من الغامق للفاتح لحد جوه، وهتبقى أماكن بيضة خالص للإضاءة العين عشان تديها شكل واقعي. طبعا هنرمي ظل ونور جوه العين كده بشكل بسيط كده عشان نبرز العين. طبعا الدائرة اللي تحت اللي احنا سيبناها دي هي الجزء اللي تحت العين. هناخد كده شوية رموش خفيفة من تحت وشوية ظل ونور فاتح كده هادي من تحت. ممكن بقلم الدمج تدمج بيه الرصاص. عشان تظهر شكل الجفن العين من فوق، هتيجي من طرف بداية الجفن من فوق الدائرة اللي احنا كنا عاملينها. هنفضل نسيح الرصاص كده واحنا طالعين لفوق عشان يديها شكل واقعي وما يبقاش عامل زي الخطوط. طبعا دي زاوية العين من فوق اللي هي بتبقى بداية ايه الحاجب. عشان ترسم الحاجب برضو وتدي شكل حلو للعين، لازم ترسمه بشكل الشعيرات، بترسمش ابدا شكل الحاجب خط مستقيم. والشعيرات بتاعت الحاجب بتبقى خط مايل خط عاكس ليه. يا رب يكون الدرس بسيط جدا بالنسبة لكم ويكون سهل وتعلمتوه. وشوفكم في درس جديد سريع تاني. مع السلامة.